السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض دلوقتي منصة اسمها bimdata.io، ودي بتسهل عليا ان انا اشارك الملف بتاعي، فاقدر اجي هنا واقول له add IFC وتفتح اي ملف IFC عندك، او تقدر تقول له انا عايز اشوف مثلا المشروع دوت، هيبدأ يجيب لك ممكن يكون في اكتر من ملف، فتختار ايه اللي انت عايز تشوف فيه. ممكن تيجي هنا وتقول له مثلا عايز اخفي بعض الحاجات، مثلا البيزمنت عايز اخفي الجراوند، تقدر تختار الادوار اللي انت عايز تخفيها، او ممكن يقسمهم لك حسب الزون او حسب السيستم. ده طبعا في الجزء الكهروميكانيكال، وكل واحد فيهم تقدر تشوف المعلومات بتاعته اللي انت عايزها، او يقسمون لك كلاسيفيكيشن او حسب الاوبجكت او حسب الليارات، فتقدر تخفي بعض الحاجات. ممكن تقول له انا عايز ويندوز بليت، يبدأ يقسمهم لك. تمام، ممكن تقول له انا عايز هنا 3D او 2D او سبليت 3 او بروبرتيز او كذا، فممكن نقول له انا عايز 2D بالشكل دوت. كل حاجة تعملها هيبدأ يجيبها لك هنا، تقدر تختار انا عايز الدور الاول، فيبدأ يظهر لك الحاجات الخاصة بالدور الاول والشغل بتاعها هيبقى موجود هنا. ده البارامترز، هتبدأ تقول له انا عايز ديسبلاي سبيس نيم او لا، الدور اوبننج تظهر معاك ولا لا. وهنا ممكن تشوف بقى في 3D، تقدر تقول مثلا عايز تشوف فول سكرين، مثلا عايز تشوف البرامتر، هتلاقي في حاجات مختلفة. هنا تقدر تقول له انا عايز اخد سيكشن في المبنى، فيبدأ يجيب لك سيكشن بالشكل دوت. طبعا تقدر تضيف اكتر من سيكشن من اكتر مكان، وهنا تقول له انا عايز اشوفها برسبكتيف او اورسو، او عايز اشوفها فلاينج بالشكل دوت. ممكن تعمل سيرش على حاجة معينة، أي معلومة معينة عايز تدور عليها. وهنا في مكعب تقدر تشوف الحاجة 3D بالشكل دوت، وتقدر تدخل هنا في الأوبشن، ممكن تضيف حاجة مختلفة، تقدر تقسم الشباك ده لنافذتين وهكذا. نقدر ناخد سكرين شوت، نقدر نقيس زاوية أو مسافة معينة أو بالشكل دوت، سيرفيس معين. او تديله باص معين ويبدأ يشوفولك وهكذا. فهو بيديك امكانية حلوة، لو انت عندك اي ملف اي اف سي تقدر ترفع الملف دوت وتشاركه مع الناس، وتقدر تشوفه اونلاين من غير ما تسطب اي برامج خالص. بيعمل تحديث للمشروع.